إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكربشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أنا أسوري جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة الكارير مود مع نادي مانشستر يونايتد. لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين. حاولت إني ما أسحب كثير يا جماعة، المقطع الماضي ما صار له زمان نازل، وبالتالي يعني عم نحاول ما نسحب، ولكن دعمكم مهم لاستمرار السلسلة، دعمكم هو اللي بحمسني إني أكثر مقاطع من السلسلة. لما بشوف الدعم قوي فبصور الحلقة اللي بعدها، بتحمس وبصور الحلقة اللي بعدها من السلسلة على طول وبنزل لكم اياها. بدنا نوصل مقطعنا هذا يا جماعه لايكات عاليه، خلونا نحاول نوصل للمقطع فوق ال 50,000 لايك. اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. ما زلنا مستمرين بفتره الانتقالات وفي اشياء جدا رهيبه بودي اني اسويها، ان شاء الله انه بتشوفوا مقطع اسطوري بتنبسطوا وتستمتعوا فيه. ما بدنا نطول اكثر بالمقدمات، خلونا نبدا. اوكي، شوفوا هي تشكيلتنا نحن بالوقت الحالي، ماشي. التشكيله رهيبه ولكن عندنا مشاكل نوعا ما بالهجوم، يعني حتى يعني شوف الدفاع بديل لفاران اذا انصاب ما في الا بيلي. يعني بيلي جلطة يا جماعة، حرفيا هذا اللاعب اذا انصاب فاران او كيمبيبي بده يلعب اساسي رح يجلطني من جد من جد عن جد، يعني جلطة جلطة بالمرة. وانا عم فكر جيب جناح ولكن مو جناح اساسي، الناس فهمتني غلط. انا يعني اذا بدي جيب جناح اساسي بدي اشيل برونو او سانشو، انا بدي جناح احتياطي، بمعنى انه يعني لاعب ما يقعد يقول لي كل شوي ايها المدرب انا بدي العب، انا مو شغلي كل شوي تقعد تلعب، انت احتياطي اذا انصاب لاعب تنزل. ففينيسيوس مثلا صعب انه يجي ويلعب احتياطي والله، فانا عم حاول اشوف شيء يعني ممكن انه يكون احتياطي بس مو اكثر، ما ادفع عليه هالمبلغ الكبير، خاصه انه ميزانيتنا الان يا معي 60 مليون، يعني ميزانيه تعبانه يا جماعه، ما في ميزانيه بالمره راحت خلص. ديابي هات لنشوف ديابي، ديابي قد ايه اوتو؟ ديابي لاعب ليفركوزن، مو ضايفين لي الريت تبعه اصلا، يا سلام. انتوني ممكن، انتوني جناح جيد الصراحه، ممكن يكون مستقبلي نوعا ما، خلينا نقول. وبظن انه خمس نجوم مهارات فوق منه، يعني يا دوب عمره يا جماعه 21 سنه وريت 81 بس سعره 52 مليون، يا ساتر والله سعره غالي يا جماعه، بس انه قوي. انا يا دوب معي ميزانيه اصلا 59 مليون، فماني مستعد ادفع على جناح اكثر من 30 مليون. يعني اداما هون يعتبر لسه مع فريقه ولا انتقل على برشلونه؟ اداما مع برشلونه نعم ب 25 مليون، ف 58 مليون شرط جزائي، فما راح اجيبهم الصراحه من برشلونه. طيب خلينا نشوف واحد من هدول، ممكن نجيب جوناثان بامبا كاحتياطي نوعا ما اذا انصاب، يعني واحد عاد جوناثان بامبا يعني تقدر تقول يعني بفيدني تمام، وحتى عمره ما يعتبر كبير يا دوب 25 سنه، فبظن انه ممتاز تمام. ما بعرف كم ممكن انه يطلبوا البايرن ولا عندي فكره الصراحه بالمره، ولكن رح نشوف، رح نقدم له نحن مثلا 25 مليون نشوف ممكن يوافقوا ولا لا. مثلا 24 مليون، ها كيف؟ ها طالبين 26 مليون، حلو، يعني انا قدمت تقريبا قيمه منطقيه، 26 مليون وشرط 10% عند البيع. لا خلينا نشيل الشرط عند البيع ونقدم لهم يا جماعه 25 مليون. هو لاعب احتياطي، لا تدققوا كثير لانه انا ما بدي لاعب، هو ما له اساسي. 28 مليون نو تو ماتش، 26 مليون انا شايفها ممتازه جدا وممتاز، وافقوا. ما عاد معي ميزانيه الان، اذا تعاقدت مع هذا اللاعب حرفيا يعني ميزانيتنا حتروح، فا اوكي اوكي ما في مشكله رح نتعاقد معه، ولكن خلص الميزانيه تعتبر جي جي والله، والله جي جي الميزانيه، مع السلامه. طيب دور الفريق رح يكون متقطع حتى، خلينا نقول ماشي وافق، ما عنده مشكله اللاعب، وطالبين عقد سنتين، راح اعطيه صراحه 4 سنوات شايفها ممتازه. اه لا والله بده سنتين بس، يلا سنتين سنتين عادي بدون شرط جزائي. الراتب والله ما عندي فكره شو اعطيه الصراحه راتب، ما عندي فكره على الراتب اللي عم ياخده كم، فراح اعطيه انا حوالي مثلا 40,000 ماشي، ومكافاه التوقيع مثلا خلينا نقول 700,000 يعني بزياده الصراحه هيك. ها هي زعل، هيا خود يا اخي 40 حلوه والله، ما كثير سيئه صح، نحن ننسحب. طيب ناقشوني يا اخي نتفق. طيب او ماي جاد، ممكن فاتي يجي احتياطي ما ادري كم، يعني 40 نحن كم الرواتب عنا؟ يعني 40 تعتبر قليله والله شويه، يعني انا كاني قللت يا اخي. جرينوود عم ياخذ 62,000 وانت مو عاجبك؟ والله حلو كان، يعني انا اعطيه يعني كان لازم ازود شويه بس اوكي. طبعا لو مقدم له 50 وافق، انا ليش اعطيته 50؟ كثير 50 عليه، كان اعطيه بس 20. طيب ما ممكن نخطف من برشلونه فاتي، ممكن يوافقوا بس فاتي 100% غالي يا اخي، 100% ما راح يكون رخيص، اكيد انه غالي. الشرط الجزائي 46 مليون تبع فاتي، يا ساتر والله ممتاز هذا شرطه الجزائي يا جماعه، بخطفه من برشلونه خطف هذا اللاعب، 46 مليون بس شرطه الجزائي، والله خطف خطف، هي تسمى الخطف، هذا يسمى الخطف. ادفع ادفع لك ادفع. خطفناه خطفناه
يا اخي شو اداره برشلونه الاغبياء هي؟ في حدا بيحط شرط 6 هيك شاف فاتي على طول، حتى النادي ما رحت عن برشلونه تناقشت، شو النادي الضايع هذا كنت مدربون انا ما بعرف شلون كنت موافق ليك طالب دور متقطع يا مسكين تعال تعال. ولكن طبعا ما راح اعطي راتب 40، انا اعطيت 40 لهداك وزعل، راح اعطيه عقد 5 سنوات ممتاز بدون شرط جزائي. يا سلام اطلبوا انتوا الراتب بالمره بيكون افضل يعني. اوكي لا ما طلبوا، راح اعطيه يا جماعه 100,000 ماشي لانه خايف ما يوافق الصراحه. نعطيه 1,000,000 مكافاه توقيع، انا شايف ممتاز والله، يلا 100,000 منيحه مشان ما يرفض، والله هي شويه كثيره ولكن خايف ما يوافق. يا سلام وافق، ممتاز ممتاز ممتاز. ويلكم ويلكم تعال يا باتي، والله خطف يا جماعه. وانتوا بس 78؟ لا انت توقعك اقوى من هيك يا رجل، ليه هيك بالمره انت؟ اوه ماي جاد والله شويه هو ضعيف بس هو بيتطور يا جماعه 100%، فاتي سهل انه يتطور. خلينا نشوف شو ممكن انه نطوره، سرعته ممتازه، الشوط عنده نوعا ما، الدربل ممتاز بس انه لازم يعني نحاول نزوده مثلا بنجوم المهارات، فراح نطوره يصانع العاب على الطرف لانه هو راح يكون جناح ولكنه موهبه، موهبه وبيتطور بشكل سريع، فبالتدريبات طبعا راح اعطيه فرصه فراح يصير يتدرب اكيد مع اللاعبين، فهذا الشيء ممكن انه يفرق معنا بشكل كبير. عرض انتقال للاعب جونز جانا، وشوف بعثوا لي الاكاديميه عمل رائع مع اكاديميه الشباب، يا سلام شايفين؟ تعاقدنا مع لاعبين تحت 20 سنه وحتى الرضا النادي عندي 91 وصل، واو واو واو، اهم شيء النادي مبسوط. طبعا رجع ديونج الان راح يكون اساسي وراح يكون باريلا محورنا الهجومي. خلينا نقول راشفورد الصراحه ما راح بيعه تمام، راح خليه بالنادي لانه الصراحه بالمباراه الاخيره بدا، راح ارفض العرض اللي اجى بناء على اقتراحاتكم طبعا، يعني كثير ناس قالت لي انه لا تبيع راشفورد، فصراحه ما له داعي اني بيعه لمنافس مباشر اللي هو مانشستر سيتي، فيجي يلعب ضدي ويجلدني والله ما له داعي والله ياخذه مننا، فخلص خليك معنا يا راشفورد. رفضنا العرض، فيل جونز جاء عرض ب 3 مليون، يا رجل ببلاش خذوه خذوه اي شيء خذوه، مبروك عليكم. ما بدي بيعه الصراحه راشفورد، حاسه اساسي راح يكون معي. التشكيله الان خرافيه جدا يا جماعه، حتى فاتي راح نجيبه على الاحتياط الان، نوعا ما راح يفيدنا اكيد فاتي، وبيتطور ممكن انه ينزل بديل يعمل شيء، يعني خطفنا موهبه برشلونه هيك خطفنا باسهل طريقه. يا سلام حتى ما برشلونه ما تفاوضنا معهم ولا عبرناهم اصلا. هيدي يونغ عامل لي انا اشعر انني لائق تماما، يا سلام خلص رح تلعب. طيب حاليا ميزانيتنا وصلت لل 11 مليون، ما معي ميزانيه اتعاقد مع اشي بصراحه، فخلص المالي رح اقدر اتعاقد لحد ما نبيع. نزلت تشكيله السنه او هذا ترشيحات تشكيله السنه للمهاجمين، ونزلوا شباب قائمه نهائيه للمهاجمين سواريز وفودين وجريليش وجريزمان. انتم متاكدين من هذا الكلام؟ شباب الدون وين؟ بنزيما وين؟ ميسي وين؟ الشباب فودين انتقل على باريس، خير خير. طيب هاي المباراه بظن انها سهله ما لها محتاجين ان نلعبها، ولكن راح انزل بالاساسيين لانه ماني مستحمل الخسائر الصراحه، يعني عاد نشوف الفريق شو بيعمل. مباراة سهلة شباب ايزي، مين هدول الفريق اصلا؟ 2-1 وكنا خسرانين. لا يا شباب لا يا شباب يا جماعة الخير ركزوا شوية، شو هاد؟ يا ساتر على الخزلان، الحمد لله فزنا 2-1 يا رجل ضد فريق اول مرة بنسمع فيه اصلا. طيب هي ديونغ عم يقول لي شكرا على اعادتي للاجواء، ويلكم يا ديونغ، يعني لاعب اسطوري وان شاء الله بيوصل ريت 90 قريبا. الان رجعنا للاجواء الدوري والمنافسات، ولكن ما في اي عروض للاسف لحد الان. شوف جونز ما انتقل، يا اخي فكنا يا اخي فكنا فكنا يا اخي خلاص. طيب جانا شويه اشياء وعرض لفانديبيك ب 50 مليون والله ممتاز 50 مليون وجانا لا هذه توقفت الانتقالات. اوكي جانا عرض لفانديبيك 53 مليون من ريال سوسيداد، والله العرض ممتاز الصراحه شباب، ممكن اني اطلب منهم زياده مثلا 60 مليون، فانا شايف العرض خرافي. وفانديبيك الصراحه ما بدع كثير معي، خليه يشوف مستقبله يعني بنادي ثاني. نطلب منه 60 مليون الصراحه، يعني انا شايف 60 مليون ممتاز. اوكي والله نايس والله نايس يا شباب والله نايس، يعني الصراحه انا ما عندي مشكله الصراحه، 60 مليون وافقوا عادي هيك ولا كانه في شيء، والله ممتاز والله. انصب انصب يا ولد، والله 60 مليون هي ممتازة، إذا بدنا نتعاقد مع لاعب وسط مكان فانديبيك بظن نقدر نجيب لاعب حتى أفضل من فانديبيك بمراحل يا رجل. طيب خلينا نشوف هذا الشهر شو عندنا مباريات بالضبط، عندنا مباراة ضد أستون فيلا وبعدها ضد ويست هام وبعدها بالكأس، يا أخي ليك مباريات الكأس شو سهلة،
فرق ما شاء الله اول مره بنسمع فيها. طيب عندنا مباراه ضد استون فيلا. استون فيلا شو ترتيبهم بالدوري بالضبط؟ اذا بالتوب 10 فلازم اني العب الصراحه. اوكي المركز التاسع استون فيلا. والله شوف انا شايفه فرصه الصراحه انه نجرب التعاقدات الجديده خاصه ليفربول، يعني عم يطاردني اذا خسرت المباراه، عملت محاكاه وخسرت راح يدعسوني ليفربول. ففرصه لتجربه باريلا، فرصة انه يعني نجربه بشكل ممتاز، ورح نعطي فاتي فرصة اكيد بالمباراة، وايضا عندي ريناتو سانشيز ممكن اني اعطيه فرصة مع عودة ديونغ، نشوف ثنائية باريلا وديونغ شو ممكن ان نتعمل بالملعب، لاني جد جد متحمس للمباراة والدون هداف الدوري، ونحاول نوسع الفارق مع فيرنر، ولا حدا ينافس الدون على الهداف وحتى راشفورد يرجع. والله ممتاز، خمس مدافعين يا ساتر، بدنا نلعب بخمس مدافعين، الله يستر. هيا بنا. تركيز كبير اليوم على الدون كريستيانو، نحن على بعد دقائق من انطلاقة هذه المباراة الممتازة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وخلونا نبدأ يا جماعة نشوف مع التعاقدات الجديدة. ثنائية الوسط جدا مبسوط فيها الصراحة، وحاسسها راح تقدم مستويات جدا خرافية. روح يا سانشو، روح يا سانشو، روح. حلوة هي، حلوة هي. باريلا يا باريلا يا باريلا يا خرافي، باريلا يحط راس 174 سنتيمتر، ينطي حط راسيه. الله عليك يا باريلا، والله قايل لكم انا هذا اللاعب خرافي، هذا اللاعب مجنون يا جماعه، يا ساتر يا باريلا. وات شو صاروخ، ما لحالنا نفرح بجولنا اصلا. ركز يا والكر، ركز يا والكر. لا 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 يا عين، نو يا دخية، حرام عليك يا الله يا الله، ما له داعي والله، ما له داعي منك يا دخية، ما له داعي. اول نص ساعة جولين وعلى اساس كلين شيت لعبتي ومدري شو، فين هذا الكلام؟ عيني عليك يا عيني عليك، اعطيه وحدة يا سانشو. يا الله هذا مارتينيز النشبة، ايوه ممتازة ممتازة. برونو برونو برو، يا حكم يا حكم، طرد. الله يس يس، برا برا بس برا، الحمد لله. والله الطرد اجى بوقته يا شباب، انا ناقص لاعب اصلا. والله الطرد اجى بوقته. يا عيني يا سانشو، يا عيني يا سانشو، حلوه هي، حلوه هي، جول جول. الله يا الدون، الله يا الدون، وسي عيني يا الدون. ما في حلقه يا رجل الدون ما بيسجل. لوين؟ طيب شباب، الفريق عم يلعب ب 10 لاعبين، تمام؟ 11 لاعب ممكن تحسبوا الحكم معه، المهم الفريق عم يلعب ب 10 لاعبين، ولكن الحكم طرد له اللاعب، الحكم كان عادل خلينا نقول معه. ركزوا شوي بموضوع الهجوم، الفريق ما طرد له لاعب، منطقيا الجماهير عم تستنى انه نحن نفوت الشوط الثاني نفوز، وهذا الشيء اللي انا ايضا عم بستناه مو بس الجماهير، فبدنا الشوط الثاني ندخل نقدم مستوى ونحاول انه نفوز بالمباراه، فلا وصيكم يا شباب، المستوى لازم يكون بافضل صوره ممكنه مشان نحسم هي المباراه لمصلحتنا، نحن نستطيع شباب، خليكم مركزين بس. بهدوء انتظار فرصه حقيقيه للاختيار. الله الله الله، وحوش وحوش، لا 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 شباب شباب، نركز يا شباب يا شباب، نركز يا شباب. هاي متسلل، شلون يعني هي متسلل؟ لا لا لا، هذا ظلم تحكيمي واضح، 10 لعيبه ما يسجلوا علي. هو ورا الكره، ماي جاد. هي خذ لك فاران، ادم يخبط بكمبيمبي، الاغبياء الاثنين، الاغبياء الاثنين. يهو يا اخي، ب 10 لعيبه والله لا عدل يا اخي، شو هالفريق المنتهي هذا؟ وينك يا فاتي، وينك انزل. لا 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 لا، يا عيني يا دخية، اخيرا صديت، راحت المباراة والله، والله راحت شكلها خلاص. شلون نخسر وهنن بعشر لاعبين من الشوط الاول؟ يا اخي شو الغباء هذا، شو الفريق المتخاذل هذا؟ الدفاع الدفاع يا اخي الخزلان، دخية ما عرف يصد ولا شيء، كمان كل شوطه جول. يا رجل نحن احصائياتنا احسن منهم اصلا، بس دخية كل شوطه ليك الاحصائيات، كل شوط عم يبلع جول، شو صار له؟ لو عندنا واحد هلا مثل كورتوا شو كان صار؟ مالي طالع مؤتمر صحفي، حلو عني يا لقاء صحفي قال بعد المباراة، حلو عني.
احلى شيء ليفربول يكون فاز كمان، يكون نحن خسرنا وليفربول يا سلام، فرق نقطه يا جماعه الان مع ليفربول. جاني عرض لهندرسون حارسنا الاحتياطي ب 37 مليون. والله والله دايم، بس ما راح بيع لانه ما عندي حارس احتياطي بصراحه، فما له داعي. طيب فان دي بيك انباع هيك يعتبر؟ لا لسه ما انباع، المفروض انه ينباع وناخذ مبلغ انتقاله الان، صح؟ جانا عرض انتقال لجونز. يا اخي هذا اللاعب مو ناوي ينباع، فكنا يا اخي فكنا خلاص. للان فان دي بيك ما انباع. مباراه ضد ويست هام يونايتد، والله ما له داعي، انا ما بيودي العب ضد ويست هام، دائما فريق سهل منفوز عليهم. والسيتي يا حبيبي اذا خسرت يا جماعه ممكن يصير بالمركز الثالث، ولكن انا واثق بالفريق، ارجوكم فوزوا شباب، فوزوا شباب بالله عليكم. ها أوه يا سلام يا سلام، مندي مسجل، فاتي ولدنا مسجل والدون مسجل، خلاص حلوين حلوين ما في مشكلة. الآن نحن بالصدارة، خسارة واحدة رح صير بالمركز الثالث. يا ساتر استر، الله يستر. فترة الانتقالات ما بقي لها كثير، عنا مباراة بكأس الإمارات ضد بيتر بورو، حاطين يا جماعة أهداف الدون 28 مباراة، الرقم القياسي بتاريخ المسابقة 32 جول، والأهداف المتوقعة من الدون 47 و22 مباراة، متوسط أهدافه 1.27 بكل مباراة، يعني بكل مباراة بسجل جول وأكثر كمان. طبعا رح اعمل سكيب اكيد للمباراه هاي، ما رح نلعب. جونز ما رجع انتقل، يا الله من هاللاعب المتخاذل، لما اجيت بيعه ايها المدرب انا اريد الخروج، لا هلا ما عاد بده يوافق على ولا عرض يا اخي، حل عنا خلاص. طيب انا مباراه ضد هذا الفريق لاول مره بنسمع فيه كمان، تخيل نروح خسرانين من الكاس. اه في اياب هون 1-1، او ماي جاد كان بلعنا جول بدقيقه 1 يا جماعه. الله ياخذ الدفاع، الله ياخذ دفاعنا المتخاذل. الان شو في اياب يعني ولا كيف بالضبط؟ بعد انا هيك من الكاس ولا شو؟ تعادل؟ في شيء اسمه تعادل اصلا بالكاس؟ طبعا هذا بكاس ثاني المفروض، هي الاياب بالذهاب طبعا فزنا على هذا الفريق 3-1، طبعا هي المباراه بظن سهله ضد هدول الفريق، رح نعمل محاكاه، احنا فزنا طبعا بالذهاب 3-1، فبالاياب بظن حنفوز كمان، الموضوع سهل، تعادلنا عادي عادي، نحن متاهلين اصلا هيك هيك من الذهاب، يعني تقريبا شبه حاسمين التاهل خلينا نقول، ولكن الفريق اللي تعادلت معه ما بعرف هل رح نلعب اياب ولا شو بالضبط. مجموع اللقاءين السيتي 7-1 ذهاب واياب، لا اله الا الله، رح نواجه السيتي بالنهائي. ايوه اندعسنا اندعسنا يا شباب، انعادت المباراه يا سلام، انعادت لانه تعادلنا. شلون يعني كيف مباراه تعادلوا فيها الفريقين؟ يا روحوا ضربات جزاء اشواط اضافيه، يا اما خلاص يعني فوز شيء واحد، انما اعاده مباراة عدلنا بتقوم تنعادل المباراة، شو هالقانون الغبي هاد؟ انباع فان دي بيك واخيرا، وجونز ما انتقل مرة للمرة المليون، واعطونا يا جماعة 67 مليون الان، يعني معنا اعطونا حوالي 50 مليون بهالحدود، فالصراحة ماني عارفان شو المركز اللي ممكن ان يطوره بالتشكيلة، اي مركز بالضبط، ممكن نصرف بحدود ال 40 50 مليون، فاتي عم يتطور الصراحة وسجل معي، يعني اموره ممتازة الصراحة للان، فالمهم انه يستمر يعني فاتي على هذا المستوى. انا بظن حاليا نحن اكتفينا من مساله الاجنحه، عندنا جناحين احتياط وعندنا سانشو وبرونو شوي عم يلعب جناح، والوسط عندي ديونج وباريلا وريناتو سانشيز، وبعنا طبعا تيليس وبعنا فان دي بيك، فما عندنا اي وسط ثاني غيرهم الان غير ريناتو سانشيز، ممكن نتعاقد مع لاعب وسط يعني نوعا ما يعني على ميزانيتنا، يعني في تونالي في كذا لاعب هيك بصراحه ممكن انه نجيبهم. الدفاع شو عندنا احتياطيين؟ والله ما في، حتى ما في غير بيلي احتياطي، يا ساتر والله الدفاع اهم يا جماعه، لانه يعني ريناتو سانشيز اوكي رهيب بيلعب فيه، انما بيلي بالمره يا جماعه لا يستخدم، فنشوف لنا شيء مدافع بس بدل هدول اذا نصاب واحد منهم، لانه الصراحه مشكله كبيره. هات لنشوف لكروكس هذا مدري شو 190، والله هذا سريع يا جماعه رهيب، لاعب واعد يعني ممكن انه يتطور زياده، ولكن كم بدي ادفع له؟ ما عندي فكره. كمدافع احتياطي طبعا خلينا نقول، لانه اكيد ما راح يلعب اساسي، ولكن اذا انصاب فاران هذا اللاعب سريع او كيمبمبي ممكن انه يفيدنا، كم نقدم له قيمه؟ طيب خلينا نقدم له 30 مليون، والله هي بظن مو كثيره ولا قليله يعني منطقيه صح؟ هي ما وافق يا اخي، والله 30 مليون حلوه، خود عاد يا ساتر. طيب خير يا هو ناقشني. طيب هات لنشوف كوناتي مدافع ليفربول، يعني ممكن يكون كمان اضافة جيدة، ولكن لازم اني راقبهم الصراحة لانه ما عندي فكرة عن اسعارهم بالمرة. جيسون ديناير كم سعره؟ 28 مليون، والله منطقي الصراحة، واللاعب سريع يا جماعة، هذا سريع فنان هذا، بس انت وافق على الانتقال لولفرهامبتون؟ لا تعالوا تعالوا خلص انا بدفع لكم اكثر. 32 مليون ممتازة، 41 مليون والله كتير يا جماعة، لا 41 تو ماتش يا اخي، خلص خدوا 33 مليون يلا، وشرط عندنا البيع 10%، يا سلام حلو ممتاز ممتاز، هذا سريع يا جماعة والله سريع سريع، سرعة مو طبيعية،
سرعة الجري عنده 86 والتسارع 82، يعني سرعته 84 تعتبر. هذا ممتاز ممتاز وسأل على السريع. الدور تدوير طبعا وعقد 4 سنوات، ممتاز وبدون شرط يا سلام. راتبه الحالي 86 ألف، والله تو ماتش يا أخي. خلص رح نعطيه 80 ألف، مكافأة توقيع 1,000,000. والله يا خوفي يرفض الصراحة. خلص خليها 90 ألف مشان يوافق. ماشي هيك بظن ممتاز. يا سلام ممتاز ممتاز ممتاز. 90 ألف يعني إضافة جيدة الصراحة للنادي أنا شايفة ديناير، خاصة إذا انصاب فاران أو ميليتاو أو مو ميليتاو، كيمبيمبي انجلطنا ساعتها. طبعا ميليتاو ما راح يوافق يجي يكون احتياطي، ميليتاو بده يجي يلعب أساسي وأنا ما عندي مكان، فأنا جبت لاعب يعني يلعب احتياطي وعادي جدا. خلص شغال، نجيب ديناير لهون ونجيب اللي هو تلس مكان بيلي، حتى بيلي نستغني عنه. ديناير سريع يا جماعة، هذا الشيء اللي عجبني فيه، أسرع من كيمبيمبي وأسرع من فاران حتى ذات نفسه. هيك نحن بآخر يوم بفترة الانتقالات. أوكي صراحة أنا ما بدي أكمل الحلقة وأنهي فترة الانتقالات، ممكن أخليها لبداية الحلقة الجاية بحيث أنه تقترحوا علي. أنا صح معي 30 مليون، ولكن عندي بالفريق راشفورد ممكن أني بيعه وبينباع، في مليون فريق بده راشفورد، إذا ضفته على قائمة الانتقالات ممكن ينباع ب 100 مليون وطور شيء، ولكن أنا عن حالي مالي عرفان، فرح أستنى لينزل المقطع وشوف اقتراحاتكم. ما بدي أنهي فترة الانتقالات الصراحة الآن، لأنه إذا نهيت فترة الانتقالات الآن رح يكون مشكلة نوعا ما، لأنه ممكن شيء يكون محتاجينه ويروح علينا، لأنه خلص هي التشكيلة هي التشكيلة لنهاية الموسم، مرحلة الحسم بدوري الأبطال، مرحلة الحسم بالدوري الإنجليزي وبالكؤوس وغيره. فأنا شايف الصراحة التشكيلة هيك ممتازة والاحتياط كمان ممتازين، يعني عندي بديل من بدلاء مناح بالهجوم، عندي على الأجنحة بدلاء، المحاور عندي بس ريناتو صح، والدفاع منيح. الأظهر الصراحة ما عندي ظهير يمين احتياطي بالمرة، فممكن انه نشوف هذا الموضوع. فانا مشان هيك عم بسالكم، مشان يعني بفتره الانتقالات الحاليه ممكن عاد انه نعمل شيء، فاكتبوا لي ارائكم عاد. فشكرا لكم متابعه المقطع، هيك بنقدر انه وصلنا للنهايه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، خلونا نوصل مقطعنا فوق ال 50 ألف لايك. طبعا مثل ما انتم شايفين نحن الان باليوم الاخير لفتره الانتقالات، محتاج اقتراحاتكم للاعبين ممكن انه نجيبهم ونطور فيهم فريقنا باقوى صوره ممكنه، فاكتبوا لي اقتراحاتكم تحت بالتعليقات. اشتركوا بالقناه يا جماعه الخير اذا ما كنتم مشتركين، ما بقي لنا كثير على المليونين، اشترك واعمل شير، ويعني تابعوني بالمره تويتر وانستغرام اذا حابين تشوفوا الكواليس. شكرا لكم على المتابعه، وبس اللي كان عندي اليوم. Everything changes.